مهمة، بطولة الكل ينظر لها منظور ثاني خصوصا جماهير الهلالية. أتمنى أن إن شاء الله وجودي في الأسيوي يكون داعم للفريق وللاعبين وإن شاء الله للجماهير. مثل ما قلت لك ما في حاجة سهلة، تريد جهد، تريد عمل، تريد تركيز جدا عالي. في أول ظهور آسيوي، علي الحبسي لا يكمل المباراة ويتلقى البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الحافلة بالتألق، لكن اجتهاد الحبسي لم ينجح في إنقاذ الهلال من التعثر والهزيمة. الطرد حارس نادي الهلال كان صحيح، وذلك منع تسجيل هدف محقق، لعب الكرة باليد خارج منطقة الجزاء. والله امتياز مباراة الشباب مهند وكأنه احتياط، المعيوف والحبس احتياط، مباراة اليوم الحبس أساسي، مباراة العين الحبس احتياط، مباراة العين عطيف احتياط، البريك احتياط، مباراة اليوم البريك يلعب لك احتياط، وكأنه يعني معليش وش يبي؟ يبي خلاص يبي يمشي، هو قال لك انا بمشي خلاص امشي يا اخي. نوب بن سعد ما عندك فلوس؟ قل ما عندي فلوس. وبيجلس يلعب بالهلال كذا، الهلال اكبر منه، الهلال ما يوقف على مدرب. دياز اكد اقتراف فريقه اخطاء بالجمله اثرت على الاداء والنتيجه، لكن دياز ارجع عدم الاستعانه بمحمد جحفلي لشعوره بالارهاق. اول شيء لما لعب جحفلي، جحفل يعني وين جحفل ليه ما يلعب؟ عشان عبد الله حافظ سجل في مرمى، مو عشان الحافظ اقل مستوى من جحفلي. اوكي هذا خطا يصدر من اي لاعب، بس عندي جحفل لاعب نجم وجاهز ليه ما يلعب؟ شيء ثاني يا اخي، مدرب الحين لنا 6-7 مباريات يمكن ما بنينا ولا هجمه مرتده واحده حقت سروتي ضد الباطن، باقي الموسم كله يلعب كوره ميته، عرض رايح مين يسار مين يسار، العب لي مرتدات يا اخي. اليوم الفريق الايراني كله متقدم، ما يخلون ورا الا واحد اثنين ولا مرتده واحده. مشاكل فنيه في الفريق، ما في قوه استقلال، ما شفنا مدافعين زي الناس، بس استقلال كان ضاغط علينا الشوط الاول وقدرنا يعادلنا الشوط الاول، وفوز اصلا بخطا دفاعي يعني ما في اهداف. كانت اختيارات المدرب رومان دياز سيئه للغايه، كان يبغى يبدا بلعيبه جدد مثل علي اللاعب الظهير اللي لعب بيه اليوم، المفروض انه دخل البليهي، المفروض انه لعب البريك بداله. ياسر جالس يسوي، ياسر مباراة اوراوا انت محتاج تسجل هدف، تدور الكابتنيه انزل العب يا اخي. والله ياسر لاعب كبير ومتعود على هذه الضغوطات، سواء كان لما كان يعني في قمه عطائه او الفتره اللي يقضيها الحين. اللاعبين ما لهم ذنب يطبقون الكلام المدرب، وحنا شفنا ميليسي اكثر من كوره تمرير خطا. الاستقلال فاز لانه قوي ولا الهلال اليوم؟ اليوم الهلال ضعيف. الهلال ودع كاس خادم الحرمين الشريفين، ولذلك سيستفيد من فتره توقف، فهل ينجح دياز في تصحيح الاوضاع ام هي مرحله صعبه قد تجبر الهلال على دفع فاتوره غاليه؟ محمد قردبو صدى الملاعي.